سلام دراري، صباحك وشي مزيان. مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي غادي نشوفوا فيها واحد البلاتفورم غنيه يعني التعريف، كنظن كلكم كتعرفوا عليها كامل وغنشرحوا بزاف ديال الحوايج. وكيف العاده قبل ما ندوزو للبيسي ما تنساش دير معاك واحد لايك وسبسكرايب وتفعل لك لوج نوتيفيكاسيون باش يوصلك اي جديد ديالنا وتوس كي كونسير لي بروجي ديال الكريبتو. هادشي اللي كاين الدراري، ندوزو للبيسي دابا باش نشرحوا البلاتفورم. يو الدراري، هذا هو جيت ايو ايفنت جديد، فكتشوفوا هنايا نيو كامر ايبيك بونيس 100% كليم 1000 دولار اير دروب، يعني واحد الاير دروب الدراري اللي يمكنكم تجوينيوها باش تقدروا انكم تكليميو 1000 دولار ممكن انكم تحصلوا عليها الدراري عن طريق هاد الداتا ديال الدراري وتجوينيوها من هنايا. ايفنت بيريود مع الدراري 12 جون 27 و 12 اكتوبر 11، يعني يبدا بدا ب 27 ويسالي ب 11 اكتوبر الدراري، يعني مابقالوش بزاف. قال لك هاو تو وين 1000 يو اس دي ريوردز. هنا ستيب 1 قال لك ميك ديبوزيت، هذه اول حاجه. نيت ديبوزيت فاليو ميت ثريشولد، هذه بالنسبة للدراري ستيب الأولى باش تقدروا أنكم تربحوا 1000 دولار. ستيب الثانية الدراري جيت في أي بي تريير بيزد أون ديبوزيت أسيس تو بارتيسيبيت إن ستارت أب، جيتين فري نيو توكنز أند كومبليتين سبورت تريدين. سبورت تريدين الدراري دي ستيب جوج. ستيب ثلاثة الدراري اللي كيقولوا لك فيها نت سبوت اسيت فاليو اون ايتش داي هاز ميت ذا ثريشولد فور سيرفل دايز اون ذا اند. واخر ستيب الدراري هي ستيب الرابع عندنا اللي كيقول لك تربح في الهاي ذا هايست ريوردز، يعني في الريوردز اللي عاليين الدراري. اوكي، هادو هما ستيبس باش تقدروا انكم تربحوا 1000 دولار الدراري. ستيب ساهلين، الاربعه ديال ستيبس ما قواوش عليكم بزاف، نقدروا نقولوا غير ثلاثه حيت الرابعه ماشي شي حاجه صعيبه. اولا غير جوج، حتى الاولى سهله فيها غير ديبوزيت، والثانيه فيها غير ويند هايست ريوردز. اما الجوج الاخرين هما اللي شي شويه خصك تاخذ الفي اي بي و نيت سبوت اسيست فاليو اسيست اوفر. هنا الدراري كدير ديبوزيت، كتكليمي الفري نيو توكنز، كتكليميهم كدير ديبوزيت. اوكي، خصني انا لوغيني. رولز الدراري، اول حاجه ديبوزيت كوين ار ليميت تو اني اوف ذا فولوين بي تي سي ايثيريوم و اس دي تي و اس دي سي. اوكي، جوج يوزرز نت سبوت اسيست فاليو ايتش داي نيد تو ميت ثريشولد فور سيرفل دايز اون ذا اند سينس ذا تايم ويند مينيمم فاليو ميت ذا ستاندارد. اوكي الدراري، هادي رولز اللي كنقرا عليكم، حاولوا تفهموهم. سبوت اسيست ثريشولد 200 دولار، الريورد امونت الدراري فور 7 دايز اون اند 100 دولار، فور 14 دايز اون ذا اند 300 دولار، و $600 for 13 days on the end و $1000 for 14.5 days on the end. اوكي الدراري، بالنسبة للدراري reward amount لكل days. اوكي كيعطيكم هنايا terms condition، حاولوا انكم تقراو term conditions تقدروا يعملوا لكم شي حاجة، ننصحكم انكم تقراوهم. هنا غاني جيسكا، اوكي دي ديال جيتايو، انا لو بغيتي تربح 100 درهم اوكي كتكري كونت ديالك، كتشوف انا كتكري كونت ديالك. هنا تلقاو كاع السوشيال ميديا ديالهم. بالنسبه للدراري هذه هي الباج الاولى اللي عندنا، ما تنساوش باللي الايفنت غتلقاو لي ديالو في الديسكريبشن، غتدخلوا تلقاو جوين ناو وغادي تجوينيو الايفنت. هنايا الدراري كتشوفوا التيرمز كونديشنز، ما تنساوش انكم تقراوهم. وكي كتشوفوا الدراري هنايا عندكم هذا هو الاكونت ديالي انايا، كديبوزيو هنايا، كتكليميو الفري توكنز ديالكم من هنايا على حسب الشيرز. وكي تشوفوا هنايا داك الشيء على حسب الدايز كيشرح لكم، والتيرمز كونديشن بحال كيقول لكم يوزرز نيد تو كليك اون جوين ناو باتن تو سينك اب اند ريسيف ريوردز. تو كيقول ذا سيستم ويل راندوملي سناب شوت ذا سبوت اسيس افري داي، Please make sure that the net spot asset value on each day has met the threshold for several days on end. So كي كتشوف الدراري terms conditions ضروري تقراوهم باش ما تطيحوا حتى شي مشكل، وتبعوا معاهم كاع البلانات. فهذا بالنسبه لهذا الايفنت هذا اللي هو الرئيسي حاليا في جيس ايو. اوكي الدراري، البوست الثاني اللي عندنا كيقول لك توكن لانش بلاتفورم فور انوفيتيف ادفانسد بروجيكت. كي كتشوفوا الدراري البروجيكت لانش 821، تخيلوا منانشين 821 بروجي، الامونت 97 مليون دولار و 429 الف، بارتيسيبنس 12 مليون و 627 الف، توتال دونيشن 8800 دولار.
اوكي تيتخيو دونيشن 8000 دولار. شنو نقول لكم حنا اخو هنا البروغريس الدراري كاين هاد بول بير اللي ابكامي الدراري واحد كنظن انا واحد العمله نقراو ديسكريبشن ديالها. بول بير اي اي از ذا فيرست بروجيكت ذات يوز اي اي بريديكت بول اند بير ماركت ثرو يوزرز بيبول. اوكي الدراري هدا واحد الاي اي اللي كيعاونكم في البول ماركت والبير ماركت. يعني الدراري فاش كيكون ماركت طالع ولا هابط هاد الاي اي كيعاونكم في التريدين ديالكم بيجي تريد اب كامين. تا هو الدراري على شكل اير دروب ساد على شكل اير دروب وانيشيال وهذا نو انيشيال. هذا نو انيشيال وهذا انيشيال. هذا انيشيال اير دروب تا هو وهذا انيشيال تا هو اير دروب. اوكي الدراري هادو ملانشياهم جيت ايو. كي تشوفوا هنا هادو فينيشيت يعني ديجا خدموا معاهم وسالاو فهم بزاف البروجيات. يمكن لكم ديروا فيو مور وتشوفوا البروجيات الاخرين. فهم هادو الدراري هادو سالاو معاهم. سو كي تشوفوا الدراري جيت ستارتد هنا واحد الفيديو الدراري easy steps for newbies to participate in startup startup share. هنا الدراري كيوريكم كيفاش انكم تبارتيسيبيو في ستارت اب. هنا واحد الشرح فيه واحد الفيديو تقدروا انكم تاو تستعينوا به باش انكم تفهموا مزيان. وهذا بالنسبه للدراري gate.io vip on gate. سو كيشرح لكم البلانات كيفاش. فهذا بالنسبه للباج الثانيه. دوزو للباج فالدراري هنا فين غادي نزيدو نفهمو اكثر كيفاش نشاركو او نبارتيسيبيو في الستارت اب. اوكي الدراري هنا واحد الفيديو كنشرح لكم ونحاولو نبدلو لانجويج بعدا الانجليش حيت الفرنسي انا ديجا مزالفهمهاش. فغادي نحاولو اننا ندوزو نفهمو اللونجلي باللونجلي الدراري. كي بوينت ريجستر اند كومبليت KC2 hold $500 spot assist or to be VIP higher tiers. فهادو واحد ستيبس الدراري غاديينكم ستيب باي ستيب باش تقدروا تفهموا كيفاش انكم تبارتيسيو في ستارت اب. sufficient balance place order keep sufficient balance in sports account until the results in announced finish. سو الدراري واحد ستيبس لي سالين كاين عندنا شحال من ستيب. 1 2 3 4 5 و 6 اوكي دري ست سيبس باش تقدروا انكم تشاركوا معنا. هنا الدري كيكون عاود ثاني واحد السيبس واحد اخر لوغيني. هنا الدري كوي بوينت هادو هي الكي بوينت. هنا هاو تو بارتيسيبيت اون جيت ايو ويب سايت ستيب 1 لوغ ان دخلوا الدراري لجيت ايو اكونت ديالكم كليك ستارت اب اون ذا هوم بيج تو انتر ذا ستارت اب سبسكريبشن بيج. ستيب 2 كليك اون ذا ان بروجريس بروجكت تو فيو ديتويس. هنا الدراري عطينكم ستيبس باش تقدروا انكم تبارتيسيبيو في جيت ايو ويب سايت. هنا الدراري كتشوفوا ان بروغريس عطينكم بلانات. ستيب 3 شيك ذا ريكويرمنت اوف فور بارتيسيبانتس ريجستر جيت ايو اكونت اند لوجين ات كومبليت KC2 فيريفيكيشن ان تفيريفي الاكونت ديالكم الدراري وكيب سيفيون and keep sufficient balance in your sports account. اوكي دادو من ستيبس باش تشاركو معاهم او لس بارتيسيبيو في ستارت اب. ثلاثة ديال ستيبس اللي ايزي تكريو الاكونت تفيريفي و تخليو sufficient balance في سبورت الاكونت ديالكم. وهنا ستيب رابعة choose spin wheel or place order directly. يعني انك تختار دير spin wheel او ديريكت سمتي انك تختار place order if you want to be to bid more shares than your VIP limitation click spin wheel then place an order after you get the spinning result. If you don't want to bid just click on place order and your order will be processed if you meet the participation condition. اوكي الدراري قال لكم كيطلع لكم يا دير سبين ويل يا دير بليس اوردر. لا كنتي باغي يعني تبيتي دير سبين ويل كنتي باغي ديريكت برك سبين بليس اوردر. ستيب 5 قال لك تشيك ذا ماكسيمم نمبرز اوف شيرز يو كان سبسكرايب اند انبوت ان اماونت. اوكي الدراري هذه بالنسبه لستيب 5 وستيب 6 وكنظن هي الاخيره تو فيو ذا سبسكريبشن ريزلتس اند اوردر ستيتس جو تو اوردر كلاسيك اماونت ستارت اب اف يو سبسكريبشن فيلد يو كان فيو ذا ريزن ان ستارت اب هيستوري. اوكي الدراري ستيب 6 هو تو بارتيسيبيت اون جيت ايو اب. هنا الدراري بغيتو من الابليكاسيون ديريكت الناس اللي كيخدمو بالتليفون. ستيب 1 اوبن ذا جيت ايو ابليكيشن اند فايند ستارت اب اون ذا فرونت بيج. ستيب 2 كليك ذا ان بروجريس بروجيكت. اوكي الدراري كتشوفو هنايا بالنسبة للتليفون طلع لكم باش فهمو. ستيب 3
check the requirements for participants, register a GitIO account. نفس البلان ديال الكمبيوتر الدراري, فما كاينش هنا شي اختلاف صراحه ما بين التليفون والبي سي. كنظن هنا كليك اون ذا توب رايت كورنر تو فيو سبسكريبشن ديتا. فالاختلاف اللي كان ما بين البي سي والتليفون الدراري هو المناطق ديال لي بوطون, فهم كيحاولوا ينعتوا لكم فين. فحاولوا صحاب التليفون يجيو لهنايا ويقراو هاد لي نوط اللي عاطين لكم هما, فداكشي كامل باين. دوزو الباج الاخير. Startup lucky whale. New users referral bonus 100% win startup whitelist. هنا الدراري عندنا واحد الايفنت تا هو يقدروا راكم تشاركوا فيه. هنا ستيبس ديالو register or invite qualify spin claim startup. هنا الدراري الايفنت راه قرب يسالي, ما قالوش بزاف. هذا هو التاريخ ديالو الدراري, فوقاش بدا وفوقاش يسالي. بدا في 8/7 وغيسالي في شهر 8/12, يعني مبقالوش بزاف الدراري. فحاولوا انكم تشاركوا فيه. كديروا هنا الدراري غيكو كتسبينيو وكتجيبوا الدراري ريجستر واحد كتقدروا انكم تسبينيو, وهنا يمكن لكم انفيتيو فرانس ديالكم. اوكي, فكديروا هكا وكتقدروا انكم تسبينيو وتربحوا الدراري ما بين 3 يوز دي تي حتى 500 يوز دي تي. تخيلوا معايا بايزز, هادو هما البايز الدراري كاينين, والريفيرال فيور اوفر فيور. هنا الدراري هاو تو جيت سبين شانس, كيقول كيفاش تجيب سبين شانس. نيو يوزرز كليك ذا بوتون تو ريجستر اند كومبليت كي اي سي فيريفيكيشن, يعني تفيريفيو اكزيستين يوزرز وين ايذر ذا 13 دايز توتال تريدين فوليوم 100,000 دولار دراري. Of all your invites or their total spots assets 3,500 دولار, يعني هذوك الانفيتيشن الدراري كان total ديال spots assets 3,500 دولار. At start of each round meets the requirements, you will get spin chances in each round. Okay, دراري يمكن لك تاخذ spin chances. The higher your invites total trading volume is, or the more the total spots assets they have, the more spin chances you will get in each round. Step 10, الدراري spin the lucky whale, click go on the lucky whale to win startup participation shares, win one round lasting for 5 days has ended. The shares you have won in this round will be cleared, but you can win new shares by spinning in the next round. 3, وعندنا الدراري before the last step عندنا claim the prize, يعني claim the prize. Participants need to click on the bottom click the prizes in order to get the shares and participate in startup. The last step عندنا الدراري participate in startup subscription. The validity period of the shares in one round lasts for 5 days as of the time when participants claim the prize, and users can participate in the subscription of all ongoing startup projects with shares before the expire. So الدراري هنا الدراري عندنا كاع ستيبس نديرو لون مور. هنا الدراري تقدروا نشوفوا كاع لي ديتاي كثر وكثر وكثر. الدراري كتشوفوا هنايا او بي, وبالنسبه للسبين شانسز يعني يمكن لك لو بغيتي تشانس واحد يمكن لك هذوك اللي تانفيتيهم يضربوا 3,500 دولار, هكا يمكن لك تاخذ. ثانيا الدراري يمكن لكم 7,000 دولار لديبوزا وتاخذوا جوج شانسز 4 to 14 سبين يمكن لك تاخذها في حالة ما اللي تانفيتيهم وصلوا 50 مليون دولار, هكا تاخذ 14 شانسز وربح بنظن 100% بالنسبة للي زانفيت ديالكم. هنا الدراري كاع السوشيال ميديا ديالهم تيليجرام تويتر ميديوم بودكاست انستغرام لي زابليكيشن ديالهم كلشي الدراري عندهم هنايا. فهادي كانت الدراري جيت ايو الايفنت الجديد ديالها. اي ايفنت جديد غنحاول اني نشرحه لكم, وهادشي ما كان في الفيديو تمشي نصيحة استثمارية, فانا بارطاجيت وشيريت معكم التجربة ديالي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله.